قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر كذا خديجة الكبرى التي بذلت أموالها لرسول الله ينتصر والطاهرات نساء المصطفى وبناته وبنوه أينما ذكروا سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجده الحبر من زالت به الغير والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر وأنا وأنتم نصلي على الذي قد انشق له القمر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ الأرض نورا وتكون يا ربنا لجميع المسلمين فرجا وفرحا وسرورا أما بعد فقدت مدينة بهتيم وعائلة معبد عمودا فكريا من أعمدتها فقدت رجلا كان يربي في أبناء عائلته وأحبابه كيف يكون الواجب وكيف يكون السعي إلى الواجب وكيف يكون جبر الخواطر خالي الحاج شحاتة رحمة الله عليه كان في العزاء يذهب إليه من الظهر ودي حقيقة والله تلقاه في العزاء قاعد من الظهر لحد ما العزاء يخلص خالص وساعات يروح ويرجع تاني العزاء ولما عياله يسألوه انت طول النهار كده في العزاء كان دايما الكلمة اللي على لسانه دي جمعية وفعلا هي جمعية بتقبضها بس بتقبضها حب للناس بتقبضها جبر للخواطر لأن العزاء جبر خواطر العزاء اللي هيروح يعزي هو أهل الميت هيزيدوا لا ده هي فيها جبر بخاطرهم إنك بتجبر بخاطر أهل الميت وتساند أهل الميت وتؤازر أهل الميت وتقف بجوار أهل الميت هو ده العزاء والعزاء في اللغة هو التصبير والتسلية إنك بتصبر أهل الميت إيه ألفاظ العزاء عشان كتير من الشباب يقول أنا بتكسف أروح أعزي صراحة بعرفش أقول إيه أقول لك كل ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن لله ما أعطى وإن لله ما أخذ وإن كل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب طب دي عم الشيخ تقيلة مش عارف أقولها ما تقولش البقية في حياتك لأنه لا بقاء إلا لمن؟ لله كل البقاء لله البقاء لله ما تقولش البقية في حياتك مدة العزاء قد إيه؟ 3 أيام ثواب العزاء إيه؟
واحد ساب شغله وجه يعزي، واحد تاني بيقول لك انا ما اروحش فرح انا اروح عزا، هستفيد حسنات، هسمع قرآن، هسمع درس ديني. اقول لك عشان الجماعه الكبار اللي زي خي الحاج شحاته رحمه الله عليه كان يجري ويسبق ويسبق ويروح العزا. ليه؟ لان هو اتربى على كده. ما هو جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل، ان اللي قبل منه قال له وهو قال اللي بعد منه واحنا سمعنا منه وهكذا. هما الجماعه الكبار دول اللي ما لهمش بدل تالف ولا فائد، الماركه اللي هي خلصت ما فيش منها الا القليل، كانوا عندهم العزا دون عباره عن واجب فرض عليه لازم يروح. لأني في حديث لحضرة النبي اللهم صل عليه بيقول فيه ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة في يوم القيامة. اللي جاي يعزي ربنا يكسوه يوم القيامة من حلل الكرامة ورحمة الله على المتوفى اللي هو كبير عائلات معبد الحاج شحاته رحمه الله عليه، الذي كان يسعى الى الواجب ويسعى الى جمع الشمل ويحب اهله ويصل رحمه. اقول له الناس بالناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر ساعات وأوقات، وخير الناس ما بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد إن كنت تقدر فالأيام دارات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. ناس ماتت بس مش ميتة، سيرتها موجودة، الطيب بتاعها قاعد لها، أعمال الخير اللي عملوها قاعدة. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. وناس عايشة ملهاش أي ذكرى ولا أي معنى ولا ليها ريحة اللازمة، ولا حد بيعبرها ولا حد يعرفها ولا بتروح لحد ولا حد بيروح لها. وناس ميتة وسيرتها لحد النهاردة موجودة. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. مهما نقول في الرجل فلن نوفيه حقه، إلا أنه علمنا الكثير والكثير، علمنا أشياء مش موجودة في الكتب ولا عند أساتذة الجامعة، دي موجودة في الحياة، اللي هي الأصول واللي هي العرف واللي هي حب الواجب واللي هي صلة الرحم واللي هي جمع الشمل وجمع الأقارب والأهل والأحباب. كل ده اتعلمناه منه وهو اتعلمه من آبائه وأجداده، وزي ما قلت في أول الكلام جيل بيسلم جيل، وهذا حال الدنيا، حكم الله، بهذا حكم الله، بهذا أمر الله، بهذا قضى الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وحقا لا إله إلا الله. فالبقاء لله، الموت والفناء كتبه الله عز وجل على جميع خلقه، فقال عز من قائل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. في كل يوم نشيع أحبابنا، في كل يوم نذهب إلى القبور، في كل يوم نفقد الكثير من أحبابنا. كل واحد فينا ليه حبيب ميت ذهب ورحل إلى الله،
وأصبح ذكرى. فاكر لما قال كذا، فاكر لما راح مش عارف فين، فاكر لما عمل كذا، فاكر الحاج شحاتة لما كان عامل العملية في عينه ومش عارف يمشي، وراح رمضة يعزي وراح مش عارف فين واجب وراح فين، بقى ذكرى. يموت ابن آدم ويصبح ذكرى، لكن الذكر للإنسان عمر ثاني، الذكرى دي عمر تاني للإنسان. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. حضرة النبي اللهم صل عليه بيقول حديث عظيم وجميل قوي، بيقول فيه: من استعاذكم بالله فأعذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم بالله فأجيبوه، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه. اللي يعمل لك معروف كافئه، ما قدرتش تكافئه ادعي له لحد ما تحس ان انت كافئته. وقبل ان ادعو له واغادر مقامه، اقول لابنائه وابناء اخوته: كونوا على ما كان عليه رحمة الله عليه. كان يحب الواجب، ما كانش يسيب عزة غير لما يروحوا. والله والثلاث ايام عند رحمة الله عليه الحاج محمد رخا، الثلاث ايام لقيته وبقول له: يا خال ده انت حتى تعبان. قال: يا ابني ده واجب، ما ينفعش ما اجيش، لازم اروح. في كل مكان كنت ابص تلاقيه رايح في اي بلد، كان هو همزة الوصل بين عيلة معبد وقرايبهم اللي في رمادة وفي نوى وفي سنديون وفي الرحايمة وفي طنان وفي البلاد، لاني قرايبهم في البلاد كان هو اللي عارفهم وبيتصل بيهم ويودهم ويروح لهم. وبنقول لعياله: كونوا على ما كان عليه. وخالي الحاج سعيد أثر ومداد طيب لخاله الحاج شحاتة، فهو أيضا لا يترك واجبا ولا يترك صغيرا ولا كبيرا إلا ويذهب إليه، لكن العزاء لابد منه، لأن العزاء جبر خاطر وجمع للشمل. العزاء فيه أجر عظيم دنيا ودين، العزاء بيجمع الأقارب والأهل والأحباب، وبتجبر بخاطر أهل الميت، وبتساند أهل الميت، وتقف بجواري أهل الميت. ونحن في أيام طيبة، أيام الأعياد وأيام المناسبات السعيدة، وأيام خارجين من شهر رمضان المبارك، أقدم خالص عزائي إلى أهلي في مصابنا وفي عميدي عائلة معبد الحاج شحاتة الذي امتلأت ليلته بالمعزيين، فأنا أسميها ليلة الوفاء، ليلة الوفاء لهذا الرجل الذي لم يترك واجبا إلا ويذهب إليه، وفاء بعهده وسعيه في الواجب. وعلى لسانه: ديه جمعية، وفعلا دي جمعية، بس جمعية خيرية للحب والألفة والمحبة والصفاء والنقاء والاجتماع على الخير. وفي هذه الليلة، ليلة في ليلة الاثنين المباركة، في هذه الأيام الطيبة الذي رحل عنا عميد عائلة معبد، نتذكر من رحل إلى الله: خالي الحج معبد، الحج جمال معبد، والحج محسن، وجميع من رحل إلى الله من العائلات معبد ومن المسلمين ومن أحبابنا الذين رحلوا إلى الله في هذه الليلة الطيبة المباركة، نذكرهم بالخير ونسأل المولى عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. عمه يا رب الرحمة والرضوان، ألهم أهله الصبر والسلوان، أسكنه يا ربنا فسيح الجنان، اللهم جازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. طيب يا ربنا سراه، اجعل الجنة مستقره ومأواه،
أعلي يا رب في درجاته، زد يا ربنا في حسناته، تجاوز يا إلهنا عن سيئاته، اللهم أسمعه سلاما سلاما، اللهم جازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعله من أهل الجنة يا كريم، اللهم اجعل مرضه تكفيرا لذنوبه، اللهم اجعل هذه الليلة عليه من أسعد الليالي يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولسائر أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم، وارحم الأموات، إنك يا ربنا حي قريب مجيب الدعوات، يا رب واغفر لحاضرنا وغائبنا والمسلمين جميعا أينما حضروا، ووالدينا وأهلينا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر، يا رب أعظم له أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر، وكل لطيفا به في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر، يا رب نرجوك في القبر أن ترحمه بجاه من في يديه سبح الحجر، بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن نزلت في مدحه السور، اللهم إننا رفعنا إليك أيدي فلا تودنا خائبين، اللهم من كان حاضرا معنا أو سامعا لنا وله حبيب أو صديق أو عزيز ميت، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم إنا نسألك حسن الختام والوفاة على الإسلام، اللهم اجعلنا وإياه وجميع موتى المسلمين ممن سيقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، دعوهم فيها سبحانك اللهم، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين، شكر الله مسعاكم وكلم بهدى خطاكم وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم.